بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، في بداية هذا اللقاء أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم جميعا ويرفع عنا هذا الوباء. قبل ما نبدأ في موضوعنا، في هذه الأيام تقع المسؤولية على عاتقنا جميعا، وذلك من خلال اتباع التعليمات الصحية التي تصدرها الجهات الرسمية في بلادنا والالتزام فيها 100%. صحيح كنت حبيبي، أتمنى أن تكون فترة الحظر المنزلي فترة مناسبة لتقديم دروس عملية، ولكن يصعب ذلك في ظل عدم وجود المعدات والتجهيزات بالقرب مني. ولذلك، وحتى نستغل هذه الفترة في شيء مفيد، إن شاء الله بنطلق في شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم، برنامج خفيف وإن شاء الله أنه يكون لطيف بعنوان ليالي الحرفيين. في هذا البرنامج بستضيف أحد الحرفيين في كل لقاء، بنحاوره ونحاول نتعرف عليه أكثر، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الحرفي، وبنحاول إن شاء الله أن نستفيد من خبراته وتجاربه. أنا حقيقة وجهت الدعوة للعديد من الأخوة والأخوات الحرفيين، جاءتني بعض الموافقات ولا زلت أنتظر البعض الآخر. حاليا من ضمن الأخوة الموافقين بعطيكم بس يعني بعض الأشخاص اللي إن شاء الله بيكون حضورهم موجود معنا في هذا البرنامج. في البداية بيكون عندنا الأستاذ محمد السالم من السعودية. الأستاذ محمد مشهور ونشيط في الانستغرام. أبو عبد العزيز يمتاز بالإبداعات اللي ينتجها، أو قدرته على تحويل القطع الخشبية إلى تحف جمالية جدا. بنحاول إن شاء الله نتعرف منه على طريقة عمله، وكيف إنه يستطيع يصل إلى هذه التصاميم الجميلة وهذا الإتقان في العمل، نسأل الله أن يبارك له ويحفظه. أيضا عندنا من الكويت الشقيقة الأخ عماد اللهو، بنحاول نتعرف على واقع الحرفيين في الكويت ونشاطاتهم وإنجازاتهم والمعارض اللي يقيمونها الأخوة النشيطين في هذا المجال، فأيضا بنحاول نستفيد من هذه التجربة. أيضا عندنا الأستاذ أحمد النمر صاحب موقع هاوي تولز. أحمد من الأشخاص القلائل اللي أخذوا على عاتقهم مهمة توفير المعدات والتجهيزات اللي يحتاجونها الحرفيين في منطقة الخليج. بنحاول نعرف تجربته في هذا المجال والعقبات اللي واجهته وآلية عملهم، كيف اختيارهم للمعدات وليش يختارون المعدة هذه ما يختارون هذيك، وليش هذه الماركة وغيرها من الأسئلة اللي بتساعدنا نفهم طبيعة عملهم إن شاء الله. أيضا عندنا من مصر الكبرى أخونا رامي وافي. الأخ رامي مشهور ونشيط في اليوتيوب من خلال القناة اللي يقدم فيها دروس. أيضا بنحاول نتعرف على واقع الحرفيين في مصر، تجربته تحديدا، وأيضا بنحاول نفهم بعض الأشياء اللي احنا نسمع عنها لكن ما نفهم وش خلفها، مثل قضية الأثاث الدمياطي وسبب تفوقه إلى غيرها من الأسئلة اللي ممكن احنا يعني بنحاول نفهمها ونعرفها منها إن شاء الله. أيضا عندنا الأستاذ حسين العندس. الأستاذ حسين من النشيطين جدا في برنامج السناب شات. أخونا حسين من المستثمرين ومن ملاك أحد المصانع الخشبية في الرياض. بنحاول ناخذ تجربته، وبنحاول أيضا نستخلص منه خلاصات تساعد كل من يرغب أن يحول هذه المهنة إلى أو هذه الهواية إلى مهنة يعني تكون مصدر دخل له أو مشروع استثماري بإذن الله. أيضا عندنا الأخ هاشم الطويلب من السعودية. أيضا هاشم من الأخوة المبدعين في مجال الخراطة. بنتعرف عن كيفية تحويل القطع إلى مجسمات وإلى صحون وإلى أشياء يعني تكون إبداعية وجميلة جدا في محصلتها النهائية. أيضا عندنا الأخ حسين الرستم أيضا من السعودية ومن منطقة الأحساء تحديدا. الأخ حسين من النشيطين في مجال الخراطة وأيضا في مجال الهدايا التذكارية. الأخ حسين له مشاركات في معارض كثيرة في السعودية، بنحاول ناخذ تجربته في موضوع مشاركات المعارض وكيف احنا نقدر نستفيد منها كحرفيين، وغيرهم إن شاء الله من اللي يعني بيتواصلون معي لاحقا وبيعطوني موافقاتهم. تصوير اللقاءات بيكون عن بعد بسبب الظروف الحالية، بعضها بيكون مسجل وننشره لاحقا، وبعضها بيكون مباشرة لايف في وقتها، وهذا الأمر بيعتمد حسب الظروف، سواء ظروفي أنا الشخصية أو ظروف الضيوف. بيكون المجال مفتوح لكم لسؤال ضيوفنا، سواء بإرسال أسئلتكم مقدمة من خلال مراسلتي بالواتساب أو البريد الإلكتروني. بترك لكم جميع
وسائل التواصل في صندوق الوصف في الفيديو هذا، أو أي وسيلة أخرى، أنا موجود في كل مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا في الختام، إذا كان عندكم حرفيين تقترحون أن نستضيفهم ونسوي معاهم لقاءات، فضلا وكرما منكم اذكروا لي أسماءهم وحساباتهم اللي أستطيع من خلالها أني أتواصل معاهم عشان نعرض عليهم الأمر ونحصل على الموافقة بإذن الله. وحتى يعني هذا الحين أستودعكم الله، وكونوا إن شاء الله يعني في بيوتكم جالسين، لا تطلعون إلين يعني يجينا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. أستودعكم الله في أمان الله.